مرحبا بكم، سعيدة بلقياكم فيديو اليوم. كما شاهدتم في العنوان توقيف 24 شخص بتهمة خرق حالة الطوارئ وكسر سيارات بالبيضاء، أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري عن توقيف 24 شخص من بينهم 12 قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في حرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر. وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل العنف والرشق بالحجارة، الأمر الذي نتج عنه إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف 24 شخص من بين المشتبه فيهم.